طيب أستاذ أيمن، هنروح للخبر الثالث من الدستور. الهيئة الوطنية تتلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024. اليوم الطعون الانتخابية في الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى نتيجة الانتخابات الرئاسية الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز. وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت في الطعون الانتخابية وإصدار قرار بشأنها. أستاذ أيمن، وفق للجدول الزمني اللي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، يعني الحقيقة منذ بداية الانتخابات حتى الآن وإحنا ماشيين على الجدول بحذافيره، يعني يوم 10 و11 و12 تصويت المصريين بالداخل ده تم بالفعل، من قبلها كان تصويت المصريين في الخارج، والآن نحن نتحدث عن فتح باب الطعون. سؤالي بقى لحضرتك، إيه أهمية وجود يومين الجمعة والسبت للطعون في الانتخابات الرئاسية؟ أنت بتتكلم على دولة كبيرة ولها مؤسسات، والحقيقة يعني نتشرف بالقضاء المصري وتاريخه والشغل المحترم اللي عملها الهيئة الوطنية للانتخابات في اتباع القانون في إجراء الانتخابات بالخارج ثم الداخل ثم الإجراء ثم التصويت ثم استقبال الطعون. أنت بتتكلم على سيستم دولة، وبتتكلم على إتاحة الفرص للجميع، من لديه أي شكوى ومن لديه أي معضلة ومن لديه أي يعني ما يعني يؤكد على أي تجاوز، لدولة دولة الحقيقة بحجم مصر وبمشاركة الحقيقة حاجة تشرف وحاجة كده تفرح. أما كل لدينا هذا يعني الإبهار من المصريين في الحضور الجماهير المكثف للوقوف خلف الدولة، قضاء مصر شامخ، الجدول الزمني معمول لأن كل المواطنين يبقوا عارفين إيه اللي بيتم داخليا وخارجيا، والإعلان عن النتيجة والإعلان عن الطعون وتقديم يعني كافة التسهيلات. طبعا ده حاجة مشرفة جدا، لأن احنا بنتكلم على قضاء مصر شامخ، بنتكلم على القضاء يتعامل مع الداخل والخارج، لأن الدولة المصرية ليست دولة صغيرة، دولة كبيرة. نتكلم على الانتخابات ما شاء الله الحضور يعني يتجاوز يعني النسب العادية المعتادة في السنوات الماضية، لدى المواطن المصري وعي في المشاركة والمساهمة. احنا شفنا الأفراح التي كانت في الشوارع والشباب والمرأة والمسنين، وبالتالي أنت بتتكلم على يعني نظام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقوم به حتى يكون هناك الإجراءات القانونية السليمة، حتى نؤكد للعالم أن هذه الانتخابات نزيهة، من اختار الرئيس القادم هم المصريون، من صوت هم المصريون، الكل يعني في أريحية. ذهبنا إلى اللجان لم نجد توجيها ولم نجد من يقول كذا وكذا كما يقول إعلام المعادي، ولكن أنت بتتكلم على يعني شكل للدولة المصرية بقضائها الشامخ بشعبها العظيم بحضور شبابها. يعني ده مش جديد على الدولة المصرية أن يكون لدينا هذا القضاء الشامخ يعني الذي يعبر عن عظمة الشعب المصري. عايز انتهز الفرصة وحضرتك معانا بقى واسألك، يعني ايه رأيك في تناول الإعلام الأجنبي للعملية الانتخابية في مصر؟ يمكن الحقيقة صورة مشرفة بنرسلها للعالم كله. أنا أقول لك كلمة واحدة، إن إحنا الحقيقة استطعنا كمصر أن نخرس، أعيد وأكرر، نخرس الألسنة لما وجده العالم من مشهد حقيقي، مشهد بصوت الصورة. لأن خلينا نتكلم بكل تأكيد أستاذ أندرو، المشاركة الكبيرة للمصريين في المشهد الانتخابي أثار إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي. الناحية المحلية المشاركة الشعبية الواسعة دي بتعزز الشرايات الديمقراطية للدولة وقيادتها والمؤسسات السياسية، وأيضا بتعكس إرادة الشعب في تحقيق التغيير والتنمية، كما أنها كمان بتشجع المرشحين على الإصرار أكثر على النشاط السياسي الإيجابي مما يسر الحياة السياسية والحزبية. أما على المشاركة الدولية زي ما حضرتك بتقولي، لا، هي بتعكس المشاركة الضخمة للمصريين في الانتخابات قوة استقرار، بتتكلم استقرار العملية الديمقراطية في البلاد. ده بيعزز الحقيقة صورة مصر كدولة تحترم إرادة شعبها، بتسعى لتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي. بالإضافة لذلك أستاذ أندرو، المشاركة الواسعة دي بتعزز مكانة مصر في المجتمع الدولي طبعا، وتؤكد دورها الإقليمي والعالمي. ده بنتكلم على دولة لها تاريخ، لها تواجد في 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 الملفات. شوف أنت من ساعة الأزمة من 7 أكتوبر من يتحرك دفاعا على مدار الساعة، ومؤسسات الدولة الدبلوماسية الخارجية ووزارة الخارجية والوزير سامح شكري والسفراء والوزراء والزيارات، مصر
دي مصر، مصر التي لا تعرفونها كما يقول العظيم الدكتور وسيم السيسي. وبالتالي هذه الانتخابات بتعكس التواجد الدولي والتواجد الإقليمي والتواجد لحل الأزمات، ولدينا قيادة سياسية حكيمة تدرك قيمة الوطن وقيمة المواطن. عشان كده أنا بقول للشباب دايما لا تقلق على الدولة المصرية، ولكن علينا أن نعزز قيمة الوعي والولاء والانتماء والحب والعمل والإصرار، لأن الدولة المصرية الحقيقة محتاجة يعني مجهود كل حد في الجامعة وفي المؤسسات وفي المصانع وفي الشركات، لأننا في مرحلة تحتاج إلى التكاتف والعمل. فأنا أعتقد ما حدث أمام صناديق الاقتراع ده يؤكد صورة مصر القوية التي تحافظ على أمنها القومي وتحل مشاكل الدول الخارجية، فضلا عن مكانة وفي قلوب المصريين كيف كان المواطن المصري الحرص أن يحافظ على بلده من خلال الإدلاء بصمت.